أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا حرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بلقاء المواطنين والاستماع إليهم والعمل على تلبية طلباتهم وحل مشاكلهم، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح دائما للجميع. جاء ذلك خلال اللقاء الأول لخدمة المواطنين برئاسة المحافظ لمناقشة عدد من قضايا ومشكلات المواطنين بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتلبية احتياجاتهم. وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة في هذه اللقاءات، مشددا على أن خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم والتيسير عليهم تأتي في مقدمة أداء العمل التنفيذي.